السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هيونداي ألنترا 2016 الوارد الأمريكي. سأتكلم في هذا الفيديو عن كيفية فتح أزرار التحكم ومثبت السرعة في مقود السيارة. بعض السيارات يأتي مثبت السرعة وكذلك أزرار التحكم في المسافة والتحكم في كمية الوقود المتبقية، وقد لا تعمل هذه الأزرار وتكون هنالك بعض المشاكل فيها، فآلية فتحها بسيطة جدا. هذه السيارة لا تعمل فيها أزرار التحكم الخاصة بالمسافة وكذلك الخاصة بما تبقى من الوقود وساعة التشغيل الخاصة بالسيارة. سأقوم بفتح المقود، ويمكنك القيام بهذا العمل لأن فتحه بسيط جدا، فقط ثلاثة ثقوب موجودة على الأطراف. يمكن إخراج كيس الإرباك بواسطة إدخال مفك في هذه الثقوب، ومن ثم يخرج كيس الإرباك بسهولة جدا. ما عليك سوى أن تجعل المقود في استقامة تامة للمحافظة على الشريط، ومن ثم إخراج كيس الإرباك. هذا طبعا ملغي إخوان كيس الإرباك في هذه السيارة، الأسلاك مقطعة كما نلاحظ، ولكن هذا ليس شغلنا، فقط لفتح أزرار التحكم الموجودة ولنرى ما هي المشكلة ولماذا الكبسات لا تعمل. نقوم بفتح التثبيت الموجود على المقود، ومن ثم ضربه بعدة جوانب وإخراجه. إخراجه بسيط إخوان. هذا هو شريط الستيرنج، يجب أن يكون في المنتصف ولا نتلاعب به حتى لا ينقطع. وهذا هو المقود إخوان، كما نلاحظ فقط براغي مثبت، التحكم مثبت ببراغي. نقوم بفتح البراغي ومن ثم كبسة موجودة. نقوم برفع أزرار التحكم لنرى ما هي المشكلة التي تؤدي إلى عدم اشتغال باقي الأزرار. كما نلاحظ إخوان الظاهر أنه الصناعة رديئة وقد خرجت القاعدة عن أزرار التحكم، سقطت، وبالتالي سنقوم بإرجاعها ومن ثم ضبط أزرار التحكم. وعلى ما أتوقع أنه وضعها سليم، بسيط جدا، فقط نقوم بكبس هذه الأزرار لربما من ضربة السيارة قد خرجت. الآن وضع تمام، تعمل بصورة طبيعية عند الكبس عليها. نقوم بإرجاع أزرار التحكم. طبعا اخوان يمكن اضافة ازرار التحكم للراديو في الجهة الاخرى اذا اردت، يمكن شراءها واضافتها، ولكن شغلنا الان ارجاع ازرار التحكم هذه للستيرنج، ونقوم بضبط البراغي التثبيت الموجودة. قد لا تحتاج انت لهذا الفيديو، ولكن مهم لبعض الاخوة، وقد يكون بعض الاخوة ايضا لا يعرفون كيفية فتح المقود، لذلك أحببت أن أشرح هذه أو هذا الموضوع. نقوم الآن إخوان بإرجاع المقود إلى مكانه، ويجب أن يكون كما قلت باستقامة تامة حتى لا ينقطع الشريط، ومن ثم إدخال الأسلاك والفيش بهدوء. نقوم بتركيبها. طبعا هذا الموضوع الآن على كما بدأنا الفيديو على سيارة ألنترا، وكل السيارات الحديثة تقريبا نفس الفكرة مشابهة، أصبح فتح المقود بسيط جدا، وتركيب شريط الستيرينج أيضا بسيط جدا، فقط نقوم تثبيته باستقامة تامة، ومن ثم إرجاع الأسلاك وإرجاع الإيرباك يرجع أيضا بسهولة تامة. نقوم بتوصيل سلك المنبه إلى الإيرباك وضبط أو تثبيت الستيرنج بقوة، لا ننسى ذلك. وإخوان ملاحظة مهمة جدا هي أن نستخدم الشريط الأصلي والماركة الأصلية، لأن يترتب عليه عمل الإيرباك وكذلك التحكم في مثبت السرعة والراديو، وفي بعض السيارات تكون هنالك مواصفات أكثر منها استخدام التليفون بواسطة مقود السيارة والكثير من المواصفات الأخرى. نقوم الآن إخوان، طبعا هذا الإيرباك كما قلت ملغي نهائيا. نقوم بتوصيل المنبه،
سلك المنبه، هذه هي هذا مكانه نقوم بتوصيله، ومن ثم بعد أن نوصله نقوم بكبس الإيرباك ويرجع إلى مكانها الطبيعي. والآن نلاحظ أنه قد اشتغلت أزرار التحكم في المسافة، وكذلك نستفاد أو نستفيد منها في معرفة ما تبقى من الوقود ومعدل المسافة المقطوعة الموجود الذي نراه في الداشبورد أو في لوحة العدادات. الآن كل شيء اشتغل وسليم. فيديو بسيط لربما لا يعرف بعض الأخوة كيفية فتح أزرار التحكم. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق للجميع، ولا تنسونا من الدعاء، وكل سؤال يمكنكم طرحه إن شاء الله سأجيب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.